إلى الأوضاع الأمنية في بغداد حيث قتل ضابط وأصيب عنصرين من الجيش في تفجيرين استهدف دوريتهم دوريتهما جنوب بغداد وقال مصدر أمني عبوة ناسفة انفجرت على إحدى دوريات الجيش في قرية المناري ضمن قاطع عرب جبور جنوبي العاصمة ما أدى إلى مقتل ضابط استخبارات اللواء 23 وإصابة جنديين اثنين بجروح